يا أهلا فيكم من جديد. شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، منها على سبيل المثال المنع من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، كذلك الإفصاح عن أمواله بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. حول هالموضوع اللي يتعلق بمنع المماطلين في تنفيذ الأحكام من السفر وإيقاف صكوكهم وسجلاتهم وتشديد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول هذا الموضوع، احنا بنتحدث، بس خلونا في البداية نتابع هذا التقرير وبعدها نفتح النقاش. في تعميم صادر لجميع المحاكم، شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، ومنها المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أمواله بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح كذلك عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ويصل الأمر أيضا إلى الحبس في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، حيث أكد وزير العدل على ضرورة معالجة ذلك الخلل وتكليف إدارة التفتيش القضائي بالمتابعة والتأكد من تطبيق التعليمات التي تقضي بالبت الفوري في طلبات التنفيذ. جاء هذا التعميم بعد أن رصد تراخ في تنفيذ الأحكام وانخفاض في مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، إضافة إلى الرغبة في ضبط إجراءات تطبيق نظام التنفيذ ولائحته وتوحيدها. للحديث حول هذا الملف ينضم معنا في الاستوديو العضو السابق بهيئة التحقيق والادعاء العام، سابقا المستشار القانوني الأستاذ بندر المحرج، وينضم معنا هاتفيا الآن المتحدث الرسمي بوزارة العدل الأستاذ فهد البكران. أستاذ فهد حياك الله معنا، خلينا نبدأ معك بتوضيح هذا يعني الخطاب تشديد وزير العدل حول هذا الموضوع ما يتعلق بمنع المماطلين في تنفيذ الأحكام من السفر وإيقاف صكوكهم وسجلاتهم. سؤال، هل يعني تشديد معالي الوزير على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام أن هناك قضاة يعني ما كانوا يلتزمون بالأنظمة الصادرة من الوزارة بهذا الموضوع؟ حياك الله أستاذ خالد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن التقرير الذي عد عن نظام التنفيذ ألقى شيء من الضوء على بعض هذه على هذه الخطوة في نظام التنفيذ وقوته وفي تنفيذ الأحكام. ربما يكون هناك بعض الحالات التي يرغب مع الوزير أو المجلس الأعلى للقضاء في التشديد على عدم التراخي في التنفيذ، خاصة قضايا الأحوال الشخصية، ولذلك صدرت عدة قرارات من المجلس الأعلى للقضاء بالتشديد على في مسائل الأحوال الشخصية وعدم التهاون فيها، وصدر أيضا توجيه من المقام السامي بهذا الشأن. أما مسائل التنفيذ في مسائل الأموال فهي الحمد لله يعني جهود جبارة من قضاة التنفيذ وإضاءة جميلة في جبين القضاء، خاصة أن هناك مليارات من الريالات أعيدت لأصحابها في عام 435 العام الماضي عبر عدة آلاف من الأحكام. أما بالنسبة كان التشديد كان في بعض الأحوال الشخصية التي يجب أن تراعى حال الأسرة فيها ويجب أن يبت فيها بسرعة ولا يكون فيها شيء من الاتخاذ يعني الروتين المعتاد، لابد من الحزم والتشديد على المماطل من قبل الزوجين، خاصة وما يتعلق بالأطفال
ومراعاة نفسياتهم في هذا. طيب أستاذ فهد، في نقطة مهمة، يعني خطاب من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويطالب فيه بالتشديد وعدم التراخي، معناته أنه كان في تراخي موجود. السؤال، ليش كان في تراخي في تنفيذ هذه الأحكام؟ هو أحيانا سلمك الله في مسائل زوجية قد لا تؤخذ بهذه السرعة، خاصة ارتباط الشخصين، ارتباط الزوجين، ربما تنفيذ الأحكام عليهم فيها شيء من المراعاة النفسية على حال الزوجين وحال الأطفال، فتكون شيء من المراعاة لتنفيذ ألا يكون قسوة على الرجل أو على المرأة الأم أو الأب في التنفيذ، فربما هذا الذي يؤدي إلى تأخر تنفيذ الحكم مراعاة لمشاعر الأطفال، ولذلك كان هذا التشديد بحسم هذا الموضوع، عدم مراعاة أيا كان من المقصرين في تنفيذ الأحكام. يعني معناته بنشوف الفترة القادمة فعلا تشديد فيما يتعلق بهالموضوع. الحقيقة أنه في المادة التاسعة والأربعين أو 48 نصت على تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا، لاحظ جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة اللي هي شرط ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. يعني المادة 48 مشددة على هذا التنفيذ الجبري والتنفيذ القسري الذي يحفظ كرامة الأطفال، ولكن ربما يكون هناك بعض الجوانب من قبل المنفذين وليس من قبل القاضي في مراعاة حال الزوجين، التقريب بين وجهات النظر حتى لا يحدث من شيء من الصدمة في حبس أحد الطرفي الحالة الزوجية. نعم، شكرا لك أستاذ فهد البكران المتحدث الرسمي في وزارة العدل. أستاذ بندر، أبي تعليقك على ما ذكر الأستاذ فهد البكران، وبعدين هل فعلا وجود خطاب يدعو للتشديد، أنه كان في ربما كان بعض القضاة كانوا يعني يتهاونون في تطبيق بعض الأنظمة والقوانين ما يتعلق بأحكام التنفيذ؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وآله، أشكر لكم هذه الاستضافة. أولا بالنسبة لتوجيه معالي وزير العدل ورئيس مجلس الأعلى في التعميم الذي تفضلتم بالحديث عنه قبل قليل بالتشديد والمتابعة، لا يعني بالضرورة أن يكون هناك تقصير أو تباطؤ أو لسببين. السبب الأول أن القضاة يعني لا نزكيهم، لا نضعهم في مصاف الملائكة الذين لا يخطئون، ولكن هم بشر وهم أحرص على 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 أداء العمل وبراءة الذمة وتطبيق النظام من كثير من البعيدين عن الواقع العملي. أحيانا يكون هناك بعض الظروف التي قد تضطر بعض قضاة التنفيذ مثلا تأجيل مثلا جلسة من الجلسات لأمر ما وليس على حساب تنفيذ الحكم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية أو الأحكام التي تكون مضمونها تنفيذ أمور مالية على مثلا على المدين أو ما يتعلق بالأحوال الشخصية. لكن في الإجمال لا نستطيع أن نقول هناك تقصير أو في تباطؤ. توجيه معالي رئيس المجلس الأعلى، خطاب معالي الوزير أنه بالتشديد معناته أنه لا تتهاونون. لا، هو لا يقتضي، يعني المفردة لا تقتضي العكس لسبب بسيط جدا. إذا أخذنا بهذا المفهوم إذا تفضلت به، معناها أن معالي الرئيس يعلم بأن هناك تقصير، وهو بموجب هذا العلم يجب عليه أن يؤاخذ هؤلاء القضاة وأن يحقق معهم ويتخذ معهم إجراءات نظامية، ولكن من باب التأكيد في الحرص، من باب التأكيد على القضاة بالقيام بواجبهم. وذكرها الدكتور فهد، الأستاذ فهد البكران، أنه كان في مراعاة لبعض الأحوال الشخصية. هذا شيء أكيد، لأن تنفيذ الأحكام، يعني الآلية التي صدر بها نظام قضاء التنفيذ والنصوص التي تتضمنها هذا النظام فيها من القوة والحزم والحسم الشيء الكبير. تبقى مسألة التطبيق على أرض الواقع. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نظام قضاء التنفيذ في المملكة العربية السعودية نظام حديث، فتطبيقه على أرض الواقع يحتاج أن يكون هناك خبرة. الخبرة لا تأتي من فراغ، لابد يكون هناك ممارسة ثم تكتسب هذه الخبرة. وقضاة التنفيذ الذين يعملون في التنفيذ على حسب ما أعلم أنا من ممارسة وتجربة قريبة،
هم على قدر كبير جدا من التمكن، لكن حرص معالي الرئيس في هذا الجانب من باب التأكيد وليس من باب الانتقاص أو مثلا أنه في تقصير، قطعا هذا لا يقصد. طيب لا يكون من مكان. خليني أسألك في حيثيات هذا يعني الخطاب، يعني أسألك سؤال، يعني متى يمكن للقاضي أنه يستصدر منع للسفر لأحد أطراف القضية؟ طبعا أول شيء أنه إذا 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 جاء سند التنفيذي للقاضي، قاضي التنفيذ، يكون هناك إبلاغ للطرف المعني بالتنفيذ المدين أو الطرف المحكوم عليه، ويكون المدة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه. بعد ذلك إذا لم يحضر القاضي بموجب النظام، إما أن يوقف الشخص أو يباشر التنفيذ. إذا كان لا يعلم له عنوان، يتم الإعلان في الصحف لمدة 20 يوم. بعد 20 يوم هذه يباشر القاضي، قاضي التنفيذ، تنفيذ السند التنفيذي الذي بيده، سواء كان حكم مثل ما ذكرت لك أو ورقة تجارية إلى آخره. الآن طبعا في الربط الإلكتروني، وأتوقع أنه اختصر مسافات كبيرة. ثم يأتي بعد هذا مسألة استخدام الوسائل المتاحة للقضاة، سواء من حيث الكتابة إلى خلنا نفترض مثلا تطبيق حكم مالي يقتضي إلزام بدفع مبلغ مالي، ما تجاوب المحكوم عليه، تهرب، ماطل، لم يحضر إلى آخره. بعد مضي المدة النظامية بحسب حالة التبلغ أو عدم التبلغ، يباشر القاضي بأن يكتب بالمؤسسة النقد، مؤسسة النقد تخاطب البنوك، يخاطب كتابة العدل، كتابة العدل ترفع بالصكوك، ويبدأ مسألة التهميش والحجز بالقدر الذي يكون وتضمنه حكم المحكمة الصادر بحق المدين. بمعنى لو افترضنا جدلا أن الحكم مثلا خلينا نقول 10 ملايين ريال مثلا، وقاضي التنفيذ تواصل مثلا مع مؤسسة النقد ووجد مثلا في أحد الأرصدة يكفي لهذا المبلغ، يقوم فقط بالحجز على هذا الرصيد، ليس له أن يحجز على أكثر من المبلغ هذا. طيب منع السفر، منع السفر هذا كله يأتي في حال عدم تجاوب الطرف الآخر. طيب لو أنكر المتهم أو المطلوب أنه ما تم إبلاغه بالحضور، لأنه أحيانا لا عفوا يا شيخ، إنكار المحكوم عليه بالتنفيذ لا يفيده، لأنه يعلم أنه صدر عليه حكم واكتسب الحكم صفة قطعية، وهو في أي لحظة مطالب بتنفيذ هذا الحكم. ادعاء أو قوله بأنه لا يعلم أو لم يبلغ، أو ما تم تبليغه بالجلسة، لم يبلغ. لا عفوا أستاذي، هو التنفيذ يكون على حكم اكتسب الصفة القطعية، انتهى يعني. جميل. فهو يعلم المدين بأنه في ذمته مبلغ ثبت في ذمته بموجب حكم شرعي واكتسب الصفة القطعية. من بعد علمه بهذا الأمر فهو يجب أن يكون مستعد لعملية التنفيذ. إذا تم تبليغه عنده خمس أيام من تاريخ علمه. إذا لم يتم تبليغه للجهة عنوانه أو مماطلته، يعلم في الصحف. ادعاء بأنه لم يبلغ، هذا الادعاء لا يؤخذ به، لأنه يعلم بأن حكم عليه أصلا. عرفت كيف؟ وبالتالي يجب أن يكون مستعد لتنفيذ هذا الحكم. جميل. طيب خليني أتكلم عن أنه أثر يعني التطبيق مثل هذه الأحكام، منع من السفر، أثر كبير. أتكلم جداً عن كذلك الربط مع السجلات التجارية، هالأمور أبغى أثر وكيف بيكون؟ أستاذي الفاضل، الحكم الشرعي له هيبة وله قيمة. إذا المحاكم والقضاة يبذلون من أوقاتهم في نظر القضايا أشهر، بعض الأحيان سنين، ثم يصدر الحكم، ثم لا يكون هناك قدرة على تنفيذ هذا الحكم، فكأنك أضعت هيبة الحكم الشرعي أو القرار الشرعي. نظام قضاء التنفيذ جاء ليكمل الحلقة العدلية في الجهاز القضائي، وبالتالي يكون التنفيذ من خلال القضاء. إيجابيته واضحة جدا، واضحة جدا لكل متتبع، كل متتبع للإعلام بعيد عن الممارسين اللي فقط يطلعون على الإعلام، يرون مدى الأحكام التي نفذت. هذا من جانب فيما يتعلق بالأمور المالية. فيما يتعلق بالأمور أحوال الشخصية، أصبح هناك التزام كبير جدا، في انصياع، أصبح في رهبة من جلسة المحكمة في حال المرافعة، من جلسة المحكمة في حال التنفيذ، أصبح في انصياع. قبل فترة أوقف زوج، منع، رفض تمكين زوجته أو طليقته من رؤية أبنائها، تنفذ القاضي وسجنه. هذا يعطي الحكم هيبة وقيمة لدى المتلقي. في جانب آخر أيضا كذلك،
يساعد أصحاب الحقوق ويشجعهم على مطالبة بحقوقهم. يعني البعض يقول قبل فترة قبل ما يأتي نظام القضاء التنفيذ كان يقول لك يعني بالعامية يعني أنا بقعدت عبي 4-5-6 سنين ثم وين أنفذ وين ألقاه أروح للشرطة حوالي مدني الآن الموضوع تغير الآن لا الآن طيب يعني بل أبعد من ذلك الآن يستطيع القاضي خلال المرافعة وهذه من الإيجابيات التي تشكر عليها وزارة العدل أنه يخاطب أمن المحكمة زين في حال تعذر مماطرة أو تمنع أحد أطراف الدعوة من الحضور في الجلسة أن يخاطب ويتم وضع ملاحظة في الحاسب الآلي للشخص المطلوب. إذا امتنع بعد ذلك إذا لم يحضر في مدة معينة بعد ذلك القاضي ممكن يمنعه من السفر بعد ذلك ممكن يضيف إلى القبض يعني إحضاره مخطور. كل هذه الإيجابيات هذه بتنطبق على القضايا المالية وقضايا الأحوال الشخصية جميع كل حكم كل قضية تنظر لدى المحاكم العامة لها هذه الميزة. مسألة التنفيذ مسألة التنفيذ أيضا كذلك للأحكام التي تصدر وتكتسب الصفة القطعية ليس فقط الأحكام وإنما كل ما له صفة السند التنفيذي من أحكام من أوراق تجارية إلى آخره من أحكام تأتي طيب. من صلح يعتمد من أطراف موثق من قبل جهة مختصة إلى آخره. طيب خلينا بتكلم عن الإجراءات يعني الآن لو واحد مثلا حتى الشركات ينطبق عليها بمعنى واحد عنده شيك مثلا بدون رصيد على سبيل المثال ويمشي بهالطريقة وقد يحجر على المبلغ من قبل اللي صرف له الشيك بدون رصيد. أتكلم عن شركة لشركة مثلا قصدك إذا كان المحكوم عليها شخصية اعتبارية الشخصية اعتبارية هذه نقطة هذا السؤال مهم جدا. بموجب نظام القضاء التنفيذ الشخصيات الاعتبارية الشركات المؤسسات التي لها ممثل يسأل من أصدر الشيك يسأل المدير العام لهذه المنشأة وبالتالي يجب التنبيه على أنه مدير الشركة أو الشخص الممثل المالي أنه ما يصدر شيك إلا بعد أن يتحقق من ملاءة الرصيد وإلا سيكون تحت طائلة المساءلة ينطبق عليه هذا ما يتعلق بالجانب التنفيذي نعم بطبيعة الحال نظام القضاء التنفيذي ينطبق على الجميع. جميل جدا شكرا لك الأستاذ بندر المحرج العضو السابق بهيئة التحقيق والإدعاء العام والمستشار القانوني على التوضيح على الموضوع والأكيد أنه في خطوات الحقيقة إيجابية ملموسة تقوم بها وزارة العدل يعني في كثير من الجوانب نتمنى إن شاء الله أنه نشوف أثرها على أرض الواقع ونتمنى كذلك كثير من الجهات الحكومية تحذو مثل هالجهات الحكومية اللي قاعد نشوف بين وقت وآخر شيء من الإنجازات والقرارات اللي يكون أثرها واقعي وليس مجرد وعود تطلق. عموما ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل نتابع طرح قضايانا معكم.